أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بفقه الجنازة، وقد تحدثنا قبل ذلك عن الفرائض المتعلقة بحقوق المسلم بعد الموت. فتحدثنا عن تجهيز الميت وتغسيله وتكفينه وحمله إلى المقبرة. واليوم حديثنا عن الصلاة عليه. والصلاة على الميت فقهها كثير جدا، لا كما يتصور بعض الناس أنها أمر بسيط، لكن أحكامها متفرعة ومتشعبة. ولنبدأ أولا بحكمها، حكم صلاة الجنازة. قال العلماء: اتفق الفقهاء على أن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، بمعنى أنه لو قام به واحد لسقط الفرض عن من علم بالميت. يعني أن الفرض الكفائي يؤدى بصلاة واحد فقط، لكن من السنة الجماعة، لأن الحكمة من الصلاة على الميت هي تزويده بالدعاء والشفاعة له عند الله تعالى بالمغفرة والرحمة، لأنه قادم على الله تبارك وتعالى. وفي الدعاء: جئناك شفعاء فشفعنا فيه. فالمصلون على الميت شفعاء له عند الله تبارك وتعالى. هذه هي الحكمة. ثم إن صلاة الجنازة لها ما يتعلق بالمصلي ولها ما يتعلق بالمصلى عليه. فبالنسبة للمصلي، ذكرنا قبل ذلك حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد، وفي لفظ: أصغرهما مثل أحد. هذا ما يتعلق بالمصلي الذي يصلي على الجنازة. قد شرحنا معنى القيراط
الدرس الماضي، وأنه يعظم عند الله حتى يكون مثل أحد، لأن القراط عند العرب سدس الدرهم، سدس الدرهم. لكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين عظم هذا القراط حتى لا يستهين أحد بالقراط، فقال كل منهما مثل أحد أو أصغرهما مثل أحد، الذي يتبع الجنازة ويصلي عليها، والذي يتبعها وينتظر حتى تدفن. يعني إذا صلى عليها مثلا في المسجد ثم انصرف كما يفعل كثير من الناس فله قراط من الأجر. أما من سار وراءها وشيعها إلى المذوى الأخير ومكث معها حتى تدفن وانتهى من دفنها فله قيراطان من الأجر والثواب. لكن الحديث الآن عن الصلاة، هذا ما يتعلق بالمصلي. أما ما يتعلق بالمصلى عليه ففي حديث في صحيح مسلم وعند الإمام أحمد من حديث مالك بن حبيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون أن يكونوا مئة، يبلغون أن يكونوا مئة، فشفعوا له إلا شفعهم الله فيه. حديث آخر، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين لا يشركون بالله شيئا إلا أوجب، أي أوجب الله له الجنة، أوجب الله له الجنة. حديث ثالث رواه الإمام أحمد والحاكم والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت رجل مسلم فيصلي عليه أربعون رجلا من المسلمين إلا وجبت له الجنة. هذه أحاديث قال عنها العلماء كالإمام النووي والقاضي عياض إن هذه أحاديث بمثابة أجوبة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد الشفعاء للميت فأخبر أولا أنهم 100، ثم أخبر أنهم 40، ثم أخبر أنهم 3 صفوف، لأن أقل الصف 2، ومن ثم لو حضر 6 كيف يصفون؟ يبقى 2 × 2 × 2، وهكذا كان يفعل سيدنا مالك بن حبيرة رضي الله عنه الذي روى حديث الثلاثة صفوف، كان إذا حضر جماعة كان يصف الصف رجلين رجلين إذا كان قليلين حتى يشفعوا للميت 3 صفوف، فأقل الصف 2. سئل الإمام أحمد لو كانوا 4 قال يقف رجلان ثم رجلين يعني صفا، لو وقفوا صفا واحدا قال الإمام مالك جاز ذلك، جاز ذلك، لأن المصلي على الميت أهم شيء في دعائه الإخلاص كما روى
ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فأخلصوا له الدعاء، يعني أدعوا له بقلب خالص لا يفكر في دنيا، ويهتم بأمر الميت اهتماما شديدا، يدعو له من قلبه الذي يمتلئ شفقة ورحمة له، لأنه قادم على الله تبارك وتعالى. فالدعاء كالزاد له عند الله تبارك وتعالى، ومن ثم يشفعهم الله تبارك وتعالى فيه. هذا ما يخص الميت بالنسبة للصلاة عليه. أما بالنسبة لصلاة الجنازة نفسها فهي كأي صلاة، كما قال العلماء يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، وأن يكون الميت أمام المصلي على الأرض ليس محمولا على الأعناق أو محمولا على دابة، يعني أن يكون أمام أمام المصلين. ثم إنه لا بد من أركان صلاة الجنازة. فأركان صلاة الجنازة تختلف عند العلماء من مذهب إلى مذهب. بعضهم يرى أنها أربعة، أن لها ركنين فقط، كالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه قال: التكبيرات والدعاء، أما النية والسلام فهما واجبتان، لأنه يفرق بين الركن والواجب رضي الله عنه. عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال: خمسة النية والأربع تكبيرات والدعاء بينهن والسلام والقيام، يعني لا يصلي وهو جالس إلا من عذر. دي خمسة أركان عند الإمام مالك. زاد الإمام أحمد والشافعي أركان أخرى، وهي قراءة الفاتحة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيب الأركان، يعني النية ثم التكبيرة الأولى ثم قراءة الفاتحة ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء بعد الثالثة ثم التكبيرة الرابعة ثم السلام. أما الدعاء بعد التكبيرة الرابعة فهو بالاختيار، بعضهم قال يسن وبعضهم قال لا يسن الدعاء بعد الرابعة. ثم نأتي للتفصيل في الأركان، الأركان الثمانية التي ذكرها العلماء في مذاهبهم. النية طبعا هي ركن عند الجمهور، لأن الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بأن ينوي الصلاة على من حضر من أموات المسلمين بقلبه. ولا يشترط التعيين ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، المهم النية. ممكن الإنسان ينوي بنية الإمام، واحد جاي لا يعرف الميت فينوي الصلاة على من نوى الإمام أن يصلي عليه، والنية محلها القلب. ثم قراءة الفاتحة، وهذا على مذهب الإمام الشافعي وأحمد، يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، لحديث ابن عباس في الصحيحين أنه رضي الله تعالى عنه قرأ الفاتحة على صلاة الجنازة، فسئل عن ذلك قال:
لتعلموا أنها سنة، لأنه جهر بها، جهر بها للتعليم. لكن صلاة الجنازة تقرأ كلها سرا في ليل أو نهار، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يجهر بالدعاء كان يجهر للتعليم، للتعليم، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في الصلوات الفردية. أحيانا كان يسمع الصحابة الآية ليعلمهم أن هناك سورة بعد إيه؟ بعد الفاتحة، فيسمعهم الآية أحيانا صلى الله عليه وسلم. فكذلك فعل سيدنا عبد الله ابن عباس. فقراءة الفاتحة عند الشافعية والحنابلة ركن من أركان صلاة الجنازة. عند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما قال لا قراءة في صلاة الجنازة، وإنما هي حمد وثناء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحنفية يقرؤون دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وفي الثانية يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون للميت وللمسلمين، وبعد الثالثة يدعون كذلك للميت ولسائر المسلمين، ثم يكبرون الرابعة ويسلمون. أما عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال الدعاء بعد كل تكبيرة. عندنا احنا المالكية نقول الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى وعلى كل شيء قدير، ثم نقرأ سيرة التشهد، اللهم صل على سيدنا محمد إنك حميد مجيد، ثم ندعو للميت، والتكبيرة الثانية كذلك، والثالثة كذلك، وبعد الرابعة يجوز السلام ويجوز الدعاء ثم السلام. الدعاء بعد الرابعة فيه إباحة، لذلك تلاحظ لما تصلي في السعودية هناك في الحرمين يسلمون بعد الرابعة، لأن الإمام أحمد قال لا دعاء بعد الرابعة، ليس عنده دعاء. الدعاء عند المالكية والشافعية والحنفية الاختيار، يعني أنه مسنون وليس واجبا، فمن سلم بعد الرابعة بها ونعمة، ومن دعا بها ونعمة، ويكون الدعاء قليلا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده أو ولا تفتنا بعده، ده في الرابعة. أما الدعاء بعد الثالثة كما يفعل الشافعية والحنابلة، الأفضل طبعا الدعاء بالمأثور، لكن كثيرا من الناس لا يحفظ المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقل شيء يؤدى به الدعاء للميت اللهم اغفر له، أو اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، هذا أقل ما يؤدى به الدعاء. لكن الدعاء بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل. انظر إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صليت على جنازة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما حفظت من دعائه، فكان مما حفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة
وقه أو وأعزه وأعزه من فتنة القبر ومن عذاب النار. حتى قال سيدنا عوف بن مالك: حتى تمنيت أني كنت ذلك الميت، من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول الدعاء مرة أخرى: اللهم عافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار. لكن إذا كانت امرأة لا تقل وزوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجة له في الجنة، لأنه مسلم إن شاء الله. لكن الرجل طبعا يكون له من الحور العين، ولذلك قلنا: وأبدله زوجا خيرا من زوجه، يعني امرأة خيرا من امرأة، وهي الحور العين. لكن في المرأة لا تقل وزوجا خيرا من زوجها، لأنها لن تكون لغير، لأن الله قال: هم وأزواجه في ظلال على الأرائك متكئون، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. خلي بالك، يعني عند المرأة ما تقولش وزوجا خيرا من زوجها، لأن هي ستكون يعني زوجة له في الجنة إن شاء الله. نبه العلماء على هذا، يعني من كان حافظا للدعاء فليقل هذا. أما حديث سيدنا أبي هريرة في الموطأ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك. كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. واختار هذا الدعاء لمن مالك رضي الله عنه، يقال بعد كل تكبير، بعد الحمد والصلاة على الرسول، نقول هذا الدعاء في التكبيرات الثلاثة، وبعد الرابعة سوف نقول ماذا يقال. هناك دعاء آخر رواه سيدنا أبو هريرة أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه أصحاب السنن الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، لأنه هو اللائق طبعا بالموت حسن الخاتمة. هذا دعاء يعني قال به بعض الأئمة، يعني من اختار أي دعاء من هذه الأدعية كلها فقد أدى الواجب، وهو الأفضل طبعا من أي دعاء آخر، لأنه ورد على لسان صاحب الوحي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان صغيرا طفلا، فالصغير طبعا له دعاء خاص كما رواه البيهقي: اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته وأنت رزقته وأنت أمدته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا وزخرا وفرطا وأجرا
وثقل به موازينهما ولا تحرمنا وإياهما أجره ولا تحرمنا وإياهما أجره. اللهم ألحقه بسالف صالح المؤمنين في كفالة إبراهيم عليه السلام، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. اسم دعائي دعاء الطفل، لكن من لم يحفظ هذه الأدعية، احنا معنا صورنا حوالي 100 نسخة إن شاء الله توزع عليكم، يعني الإنسان يحاول أن يحفظ هذه الأدعية إحياء للسنة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ مقالته فوعاها فأداها كما سمعها نضر الله وجهه، نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وفي رواية: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فالذي يحفظ الحديث دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه، يعني أن يكسوه الله بنور من الدين. نضر الله وجه امرئ، أي نور الله وجهه، لأنه يحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف نوزع لكم الدعاء لكي تحفظوا إن شاء الله. هذه هي الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت، وإذا صلى على جماعة كما صلى على قتلى أحد، فكان يجمع صلى الله عليه وسلم، يعني بدل يقول: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافهم واعف عنه، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الخطايا كما نقي ثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم، اللهم ادخلهم الجنه وقيهم فتنة القبر وعذاب النار. نعم. إذ لم يكن له هو زوج وإذ لم يكن له زوج، ماذا أقول؟ يتجاوز عن هذا، ما يقولش طبعا. إذا لم يكن متزوجا يسقط هذه الجملة. يسقط هذه الجملة. لكن هي زوجة خيرا من زوجة، عشان هو إذا لم يتزوج في الدنيا يبقى لا تقال. كالمرأة نسقط منها إيه؟ كلمة وزوجة خيرا من زوجة، لأنها لن تتزوج غير زوجة. يعني هي قضية تكلم فيها الشيخ ابن القيم في حد الأرواح في بلاد الأفراح، وقال إن البنات البكر اللائي لم يتزوج، يعني يخلق الله لهم يعني ازواجا في الجنه. قال هذا في حد الارواح اللي بلاد الافراح. بالنسبه للوصيه للصلاه عليه. نعم. صلاه على النبي. لسه هنتكلم شو. بعد التكبيره الرابعه قلنا يجوز التسليم ويجوز الدعاء، والدعاء يكون قليلا، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ولو قال: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يعني يدعو للمسلمين أجمعين، يعني حتى يعم الدعاء لكل المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم فعمموا فقبل أن يستجاب لكم. فالدعاء لنفسك وللمسلمين يكون بعد الرابعة، يكون بعد الرابعة، أما قبل الرابعة كله يكون دعاء خاص به، خاص بالميت. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي خصوه بالدعاء، كأن احنا يعني نركز عليه، لأنه محتاج إلى الدعاء،
قد ورد أن الميت كمثل الغريق المتغوص، يعني يحتاج إلى دعوة، زي الغريق اللي بيقول إيه أنقذوني، فالدعاء له إنقاذ له، وخاصة إذا كان المصلون من الصالحين هذا ما يتعلق بصلاة الجنازة. لكن السلام، احنا قلنا السلام على من ضمن أركان الجنازة عند جمهور العلماء، لأنها صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فعند الإمام أبي حنيفة التسليمتان واجبتان، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لكن التسليمة الأولى عند الجميع هي الركن، هي الركن أو الواجب عند الإمام، السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، أو يجوز أن تكون قبالة الميت، السلام عليكم ورحمة الله، يجوز أن تكون. الإمام الشافعي السلام النعم، يعني يجوز أن يتيامن برأسه أو أن تكون قبالة الميت، يعني لو قال السلام عليكم ورحمة الله يكفي، لو تيامن بها برأسه كفي. أما التسليم على اليسار قال الإمام الشافعي هو سنة، هو سنة، والإمام أحمد قال من السنة تسليمة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله. وإحنا عندنا المالكية كذلك نقول السلام عليكم ورحمة الله تسليمة واحدة، يبقى إذن جمهور العلماء على تسليمة واحدة، ومن سلم تسليمتين فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وقول للشافعي رضي الله عنه. نعم. يقول ما في التكبيرة الثانية يعني صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلها التشهد. صيغة التشهد. أقلها اللهم صل على محمد وآل محمد. بعض بيجي يشرح الجنازة يقول لك وبعد التكبيرة الثانية نصف التشهد يا أخي فيوم أدق. لا، الصلاة الإبراهيمية الأدق أن يقول الصلاة الإبراهيمية. ليه؟ لأن نصف التشهد الثاني يشتمل على الصلاة على النبي عليه الصلاة والدعاء بعده. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا، وفتنة الممات، وفتنة مسيح الدجال. كل ده تبع النصف الثاني من التشهد. يعني بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية الواردة في الصلاة. ما نقولش يعني مفرد من التشهد النصف الثاني. لا، النصف الثاني ممكن بعض الناس يفهم الصلاة على الرسول والدعاء، لكن الأدب أن يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية. كده خلاص انتهينا من أحكام الصلاة. نأتي لمن يصلي، من الذي يصلي؟ طبعا هناك خلاف نلخصه بين الفقهاء. بعض الفقهاء يقول الولي أو الوالي، الوالي بمعنى الرئيس، يعني رئيس الجمهورية لو موجود يبقى هو الأولى بالصلاة، الأمير أو السلطان قياسا على ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. ثم بعده القاضي لأنه نائب عنه. حتى لو كان الرئيس مش بيصلي برضه يصلي. هو يصلي لأجل إيه؟ سلطانه. لما توفي يعني لما استشهد سيدنا الحسين رضي الله عنه كان سيدنا الحسن موجود، فقدم سعيد بن العاص كان واليا على وكان واليا على المؤمنين، يعني كان ولي. أما سيدنا الحسن سيدنا سعد مات سيدنا الحسين سيدنا الحسن كيف هو؟ نعم
سيدنا الحسن ما كانش موجود؟ لا، مات بعدهم. سيدنا الحسن مات الأول، الحسن مات الحسين. لا، سيدنا الحسين مات استشهد الأول. يعني هو قدمه للصلاة، قال لولا السنة، يعني دفعه وقال له لولا السنة ما مكنتك أن تصلي عليه. لأنه يعني كان جائرا. سيدنا الحسن ما كانش عايز يخليه يصلي. يعني قالوا زجه في القفاء وقال له ادخل فلولا السنة ما مكنتك من الصلاة عليه. حتى لو كان يعني فاجرا أو عصيا هو يصلي. ده رأي الإمام الشافعي وأحمد والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك الوصي بعد القاضي، الوصي الذي أوصى الميت أن يصلى عليه. أوصى الميت أن يصلى عليه. فالوصي طبعا يقدم على القرابة، لكن بعد الوالي والقاضي. وبعض العلماء، هذا رأي الإمام حنيفة، رأي الإمام الشافعي أحمد يقدم الوصي على الجميع. قال لأن سيدنا أبا بكر أوصى أن يصلي عليه سيدنا عمر، وسيدنا عمر أوصى أن يصلي عليه سيدنا صهيب الرومي، والسيدة عائشة أوصت أن يصلي عليها سيدنا أبو هريرة. فقالوا الوصي الإمام الشافعي أحمد، الوصي أولى الناس بالصلاة، تنفذ الوصية التي أوصى بها الميت. إحنا عند العادة المالكية يقولون الأقرب فالأقرب للميت، يعني والد الميت أو جد الميت أو ابن الميت أو ابن الميت أو أخ الميت أو ابن أخ الميت أو العم أو ابن العم. أخ ولا الابن أقرب؟ لا، الابن طبعا العصب أقرب الناس، الأقرب في الأقرب. بس هنا نقول الأب ثم الجد، الأب وإن على والابن وإن نزل، ثم الأخ وابن الأخ، ثم العم وابن العم. ده ترتيب العصبات عند العلماء في الصلاة على الجنازة. إن عندنا المالكية هكذا، ويقدم على الوصي عندنا، يقدم على الوصي. قالوا لأن الأقرب إلى الميت يدعو بحرقة وبإخلاص أكثر، لأن قلبه محترق على الميت، فيدعو له بإخلاص أكثر ويتشفع له عند الله أعظم. هكذا قال العلماء. وإمام الحي يدخل من ضمن الايه، يعني بعد الوالي والقاضي. قالوا ثم إمام الحي، إمام المسجد الحي، إذا صلوا عليه في المسجد يبقى إمام المسجد يقدم على غيره، كما يحدث في الحرمين الشريفين وفي الأزهر الشريف. وهكذا في المساجد الكبرى، يعني إمام الحي قال ما دام يعني رضيه لدينه في الصلاة العامة يبقى كذلك في الصلاة عليه هو أولى، لأنه كان يصلي وراءه الصلوات الفرضية، فكذلك في صلاة الجنازة يقدم إمام الحي. فيعني ما يفعله المسلمون كله موافق للسنة، يعني إن قدموا الوصي بها ونعم، إن قدموا الأمير أو إمام الحي أو القريب كله يعتبر موافق للسنة وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ده بالنسبة لمن يصلي على الميت. لكن هناك اتفاق بين العلماء على أن مرتكب الكبيرة كقاتل نفسه أو آكل الربا أو شاهد الزور أو الزاني أو شارب الخمر، أي فاسق
لا يصلي عليه أهل الفضل وأهل العلم زجراً لغيره، زجراً لغيره، بل يصلي عليه باقي الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز الأسلمي وأمر برجمه قال صلوا على صاحبه، ولم ينهى عن الصلاة عليه، لكن على أي حال يصلى على مرتكب الكبيرة. ليه؟ لأنه مسلم عاصم، لم نخرجه من دائرة الإسلام، لكن لا يصلي عليه أهل الفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء من الشافعية قالوا يجوز أن يصلي أهل الفضل على مرتكب الكبيرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء له بامرأة ثانية فأمر بها فرجمت وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قالوا لأن الحدود كفارات، بنص الحديث البخاري قال عليه الصلاة والسلام فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فهو كفارة له، يعني أن إقامة الحد عليه أصبح مطهرا من الذنب فاستحق الصلاة عليه، وكما فعل صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يعني قال لا يصلى على البغاة أو على قطاع الطريق، لأنهم لا يستحقون الشفاعة عند الله تعالى. قالوا هذا رأي انفرد به رضي الله تعالى عنه، لكن الجمهور يقول إنه يصلى على البغاة وعلى قطاع الطريق، شأنهم كشأن أهل الكبائر، لأنهم ماتوا على الإسلام ونعاملهم على الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر. بالنسبة للمسبوق في صلاة الجنازة، مسألة مهمة والناس يعملون فيها بأهوائهم، فالمسبوق قد تسبقه تكبيرة أو تكبيرتان أو ثلاثة أو الأربعة، بعض الناس يأتي بعد التكبيرة الأولى. فالأفضل طبعا باتفاق العلماء أن يدخل وينتظر الإمام حتى يكبر، لأنه لم يسمع التكبيرة الأولى، يدخل ويقول الله أكبر حينما يسمع تكبير الإمام في الثانية، لأن كل تكبيرة بمنزلة ركعة، فلا يقضي في صلب الإمام. ده الإمام مالك والإمام أبو حنيفة قال بهذا الكلام، يعني حينما تدخل تنتظر حتى تسمع التكبيرة الثانية أو الثالث أو الرابع حتى لا تقضي في صلب الإمام. أنت لو جيت في الركعة الثانية فتدخل، لكن ما تقضيش الركعة الأولى، فكل تكبيرة منزلة ركعة عند الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، فلا يقضي في صلب الإمام. لكن الإمام الشافعي وأحمد قال يجوز أن يكبر، يجوز أن يكبر وصلاته صحيحة، ثم إذا سمع الإمام يكبر كبر ولم يقرأ فتح له، حتى لو قرأ يقطع ويكبر. فالمسبوق حينما يكبر يقرأ الفاتحة على الترتيب، وإذا كان من الحنفية فيثني على الله كأنها تكبيرة أولى بالنسبة له، وفي الثانية التكبيرة الثانية بالنسبة له هو هيقرأ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
نفس الترتيب بتاعه ما ليش دعوه بالإمام، لأنه ما يعرفش الإمام في أي تكبير، وإنما المسبوق يكبر ويرتب على ترتيبه هو تكبير التكبيرات الأولى بعدها الفاتحة الثانية بعدها الصلاة على الرسول الثالثة بعدها وهكذا. ثم بعد ذلك يسير مع الإمام، فإذا سلم الإمام هيقضي تكبيرة هي فاتته الأولى، يقضي الذي فاتته. حتى عند الإمام الشافعي وأحمد اللي قضاها في صلب الإمام ما يحسبهاش، ما يبنيش عليها، وإنما يكبر غيرها ولا تحسب له. لو جاء في الثالثة يبقى يكبر تكبيرتين مع الإمام، أول تكبيرة يقرأ الفاتحة والثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الإمام يسلم. إذا رفعت الجنازة أخذها أهلها يبقى يقول الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم دون أن يقرأ، خلاص الشهادة. لأن من شروط صلاة الجنازة أن يكون الميت أمامك وقد رفعوه، يبقى إذا رفع يكبر التكبيرة متوالية. لو حضر بعد الرابعة، يعني عارف دي الرابعة فدخل فكبر الله أكبر، يبقى نفس الحكم. يعني بعض العلماء قال هو لم يحصل الصلاة، زي اللي أتى بعد إيه؟ بعد التشهد الأخير في الرابعة لم يترك الجماعة، لكن في صلاة الجنازة إذا كبر يبقى يقرأ الفاتحة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء للميت ثم تكبير الرابعة ثم السلام أو الدعاء، يعني إن دعا وسلم بها ونعمة وإن سلم بها ونعمة. وإن رفعت الجنازة باتفاق العلماء يكبر تكبيرا متواليا. لكن بعض الناس يكبر مثلا تكبيرتين مع الإمام ويسلم مع الإمام. طبعا عند الأئمة الثلاثة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي الصلاة باطلة، لأن كل تكبيرة بمنزلة ركعة، يبقى هو كأنه حضر نصف الصلاة لم يدرك. لكن عند الإمام أحمد لا شيء عليه وأدرك صلاة الجنازة، أدرك صلاة الجنازة، لأنه الأصل حديث السيدة عائشة عند الإمام بيهقي يقول يا رسول الله إني أصلي الجنازة، لأن النساء يصلين في الجنازة، إني أصلي الجنازة فأسمع بعض التكبير ويخفى علي بعض التكبير، فقال ما سمعت فكبري وما خفي عليك فلا قضاء عليك. وبهذا أخذ الإمام أحمد رضي الله تعالى أن الذي يدرك تكبيرة أو تكبيرتين أو ثلاثة ويسلم أدرك الصلاة وصلاته إيه؟ صحيح. وإذا باختلاف الأئمة رحمة، رحمة بالأمة، لكن يقول الجاهلون إنهم فرقوا الأمة. سبحان الله العظيم. لأنهم جميعا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا المسبوق كيف يفعل، يكبر وكأنه يصلي وحده، يكبر يقرأ الفاتحة يكبر يسمع الإمام يكبر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكبر الثالثة يدعو للميت سلم الإمام يكبر الرابعة ثم يدعو أو يسلم معه. صلاة الغائب بالنسبة للصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب عند الإمام الشافعي وأحمد سنة، لأن حديث البخاري ومسلم
أنه نعى النجاشي صلى الله عليه وسلم واسمه أصحاب. أما توفي بالحبشة رجل صالح وقال له أصحاب أو أخوكم النجاشي فقوموا فصلوا عليه. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى مصلى كان يصلي فيه على الجنائز وصفق الصحابة صفوفا وكبر أربع تكبيرات وصلى على النجاشي. كلمة النجاشي دي زي فرعون يعني لقب لكل من ملك الحبشة وليس اسم له واسمه أصحابه. فهي سنة عند الإمام الشافعي وأحمد وقال المالكية والحنفية بأنها ليست مشروعة وهذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الصواب أنها سنة لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. خلي بالك فائدة. وقد قال الإمام النووي في المجموع لو صلى رجل كل يوم صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كان حسنا وله ثواب الصلاة. نعم دي قالها الإمام الشافعي صلي وحده في أي وقت يعني مثلا بعد العشاء عشان يضمن إنه كله مات بعد صلاة الجنازة بعد صلاة الشفع والوتر مثلا يقول نويت أصلي على قلبي يعني أصلي على من حضر على من غاب من أموات المسلمين أو على من مات من المسلمين صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى يبقى له ثواب بعدد من مات. هذا نص عليه الإمام النووي في المجموع ليدا لمشروعية صلاة الغائب. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي وصلى على جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة الذين استشهدوا في مؤتة فهي مشروعة فمن صلاها فقد ابتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام بالنسبة لصلاة الجنازة سواء ذكر إن كان أو أنثى أو صغير صغير وهل هناك عدد تكبيرات أكثر من أربع؟ أنا اللي رأيت بعض المشايخ يكبر سبعة وبعضهم يكبر عشرة. هو طبعا لا عشرة دي ما يوردش طبعا أقصى يعني تكبيرات الجنازة سبعة. ده الوارد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة سبعا وستا وخمسا ثم استقر الأمر مع رسول الله على أربعة. ولذلك العلماء قالوا ما فوق الأربعة منسوخ ما فوق الأربعة منسوخ لا يعمل به. لكن يعني بعض العلماء قال بالخمسة بعض العلماء قال بجواز زيادة الخامسة. نعم يدعو لسه هنقولهم العلماء قالوا مثلا لو احنا بنصلي على جنازة وراح حاطين جنازة تانية طبعا الإمام أبو حنيفة قال لا كل جنازة يصلى عليها وحدها يعني بعد ما تنتهي الصلاة الجنازة الأولى نصلي على من جاء بعد ذلك لأنه لم يدرك التحريم أول الصلاة. وجمهور العلماء قالوا يزيد تكبيرة علشان كبرنا على الثاني أربعة جاء بجنازة ثالثة يبقى نكفره ستة علشان الثالث يكون حصل أربعة جاء بجنازة رابعة يبقى نكبره سبعة نكبره سبعة يبقى كل واحد من الأموات كبر عليه أربعة لكن لو جاء بزيادة لا خلاص يبقى نكمل الجنازة على الأربعة دول ونستأنف صلاة بعد ذلك. وكيفية الدعاء بعد الرابعة
نستأنف كأننا نستأنف الصلاة من أولها بأن نقرأ فاتحة بعد الخامسة ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد السادسة وندعو للميت بعد السابعة. كأننا نعيد الصلاة مرة أخرى. ولو سرنا على مذهب المالكية ندعو بعد كل تكبيرة. فالأيسر يفعل. يعني لو دعونا الله عقب كل تكبيرة من السماء بها ونعم. وإذا أعدنا الصلاة من أولها بها ونعم. لكن اللي بيكبر 8 أو 9 أو 10 هذا لم يصح. لم يصح. نعم. صلى وصلينا خفوا على ذلك. والله هو يعني إذا كان صادقا فهو مستهبل. أنا قرأت في السنة كذا وكذا وأتيت هذا سدد. ما أعرفش يعني مشكلة وصل حضرتك. لا هذه في الفقه المذاهب الأربعة قالوا أقصى شيء سبع تكبيرات. سبع تكبيرات. وما زاد على ذلك لا التفت إليه. ولذلك كبر الإمام الخامسة انت عديت أربعة لو كبر الإمام الخامسة لا تتبعه عند المالكية يجوز أن نسلم ونترك وعند باقي العلماء قالوا ينتظر لا نكبر الخامسة ولكن ننتظره حتى يسلم لأنه متفق عليه أربعة إن رأى أنها خامسة أنها مذهب فنتركه على مذهبه لكن لا نكبر ويجوز لنا السلام عند المالكية وعند باقي العلماء قالوا ننتظره حتى يسلم وقته. بالنسبة للوقوف في بالنسبة للإمام كيف يقف؟ لو وقف عند رأس الميت كما قال الإمام أبو حنيفة يقف عند رأس الميت للذكر والأنثى وعند الإمام الشافعي وأحمد يقفون عند وسط المرأة وعند كتفي الرجل وإحنا المالكية بالعكس نقف عند وسط الرجل وعند كتف المرأة. فعلى أي حال يعني من وقف عند رأس الميت أو عند صدره أو الكتفين أو عند وسطه كل موافق للسنة لأن كل إمام استدل بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الكل لبيان الجواز. والصحابة فعلوا هذا سيدنا أنس سيدنا زيد بن أرقم وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك أحيانا يقفون عند رأس المرأة أحيانا يقفون عند وسطها وأحيانا يقفون عند الكتفين فالوقفة جائزة في الوسط أو عند الرأس أو عند الصدر ولأن طبعا الوقوف وسط المرأة لأنه في الأول لم يكن هناك نعش ساتر للمرأة فكان الإمام يقف في الوسط حتى يسترها من الرجال لكن الآن هناك نعش يوضع فوق رأس نعش المرأة أو جسد المرأة يغطيها ولا يعرف أحد وسطها من إيه من أعلاها. الأفضل نعم الأفضل إيه بالنسبة لا كله من السنة كله من السنة سيدنا أنس فعل الأمرين وقال من السنة والصحابي حينما يقول من السنة يبين كأنه يسند ذلك هو حديث مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرفع برضو موجود هذا وهذا يعني عند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة يرفع عند التكبيرة الأولى ولا يرفع بعد ذلك والإمام الشافعي أحمد قال يرفع عند كل تكبيرة يرفع
عند كل تكبير. لكن الراجح الذي استقر عليه العمل الرفع فقط عند التكبيرة الأولى.